إن الذي ملأ اللغات محاسناً جعل الجمال وسره في الضاد. أعزائنا المشاهدين، أهلاً وسهلاً بكم في برنامجنا كلمة أصلها عربي، والذي سنبحر فيه في كثير من لغات وثقافات العالم المأخوذة من اللغة العربية. فاللغة العربية هي أقدم لغة على وجه الأرض. اللغة العربية واحدة من أهم اللغات في العالم، تمكنت من الانتشار خلال فترة ازدهار الحضارة الإسلامية إلى الكثير من البلدان والثقافات، سواء بشكل مباشر عبر الفتوحات والتجارة أو بشكل غير مباشر عبر الطلاب الذين درسوا في الجامعات الإسلامية. اقتبست الثقافات عدداً كبيراً من الكلمات العربية ليتم تحوير نطقها وتصبح جزءاً لا يتجزأ من لغاتهم حتى يومنا هذا. واليوم نلقي الضوء على أبرز المفردات العربية التي دخلت على اللغة الألبانية لتصبح جزءاً منها. هي إحدى اللغات الهندية الأوروبية، يتحدثها حوالي 7.6 مليون إنسان، وينتشر الناطقين بالألبانية في ألبانيا وكوسوفو في جنوب أوروبا، كما تنتشر في مناطق أخرى في بلدان البلقان، وتشمل تلك المناطق غرب مقدونيا وجنوب الجبل الأسود وجنوب صربيا وشمال شرق اليونان. من بين أبرز الكلمات ذات الأصل العربي، الأصل العربي للكلمة الألبانية كلمة دكيكا، وأصلها العربي دقيقة، وكلمة فلان وأصلها العربي فلان، وكلمة همام وأصلها العربي حمام. وما زال لدينا الكثير والكثير من الكلمات ذات الأصل العربي. انتظرونا في حلقة جديدة.